سروجني أنا كنت على بعد 300 متر فقط من القصر الرئاسي، وكان فيه حرب قوية جدا ما بين الشيشانيين والروس. وأنا قاعد عامل ستاند أب، قلت ونحن نبعد حوالي 500 إلى كيلومتر عن، وأنا والله تقريبا 200 فقط، ما حبيتش مبالغ، ما حبيتش نكون قريب. والرصاص أول مرة تعرفت لي، هو لو حاب يقتلني القناص لكن قتلني، لكن حاب يوجه رسالة إنذار. فأنا كملت، ولكن هذيك تصور هذيك الصورة ما حبيت نطلعها، لأنه ما حبيتش الوالدة الله يرحمها تتأثر وتشوفها في فيلم، تتبع الأحداث وعارفة أني موجودة في الشيشان، فما حبيتش نطلعها. لما شافوها بعدين فجالية صاحب القناة يقول لي ليش ما طلعت هذا الصوت؟ قلت له انا الوالدة خفت على ما يصرى لها ويفقد قلبها. كاين الناس اللي يحوسوا على البوز. لا انا مانيش نحوس على الشهرة ولا نحوس على